منسقية أسرة أهل محمد بابا والعبيد تنظم ندوة علمية عن العلامة محمد بابا بمناسبة صدور طبعة جديدة ومحققة من كتابه الميسر أصدرتها حديثا دار الرضوان. الإمام أحمد والمرابط عرف خلال كلمته بمحمد بابا وبكتابه الميسر مؤكدا أنه ألحق الأحفاد بالأجداد في التدريس بمحضرته التي درس فيها زهاء 60 سنة. هذا الشيخ رحمه الله تعالى ولد سنة 1185 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 1277، وهذا يعني أنه عاش 92 سنة. الباحث طالب خيار للشيخ ماء العينين قال في مداخلته إنه بصدد إخراج عمل جديد حقق فيه كتاب محمد بابا في التصريف، وهو المعروف بالسقاية الظمآن، وتعرض لجانب من ترجمة محمد بابا. كان عالما فقيها أصوليا لغويا نحويا من بحور العلم الزاخرة ومن أجلة الفقهاء البارعين في المذهب المالكي في هذا القطر، له باع واسع في العلوم منطوقها ومفهومها موصوفا بالذكاء وجودة الفهم في مسائل العلم اجتمعت فيه أوصاف المجتهد. نصبه الأمير محمد الحبيب قاضيا، كيف قلت لكم عن هذا يتداخل به اللي هذا كامل. على كل حال احنا نستقي كامل من ترجمة العبد المختار الحامد الشيخ محمد بابا الجدو. الحاضرون استمعوا إلى بعض الإلقاءات الشعرية في ذات السياق. ميسر شيخي في ثوب به ازدانا، أطل نجما بنور العلم أحيانا، وافى وشهر ربيع الخير طالعه، فعم بالبشر والأفراح دنيانا. كانت لرؤيته الآذان عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وقد حضر فعاليات الندوة التي نظمتها منسقية أسرة العلامة محمد بابا والعبيد عدد من الباحثين والمثقفين وطلبة العلم، وتناول المشاركون في الندوة بالشرح والتفصيل حياة وآثار المؤلف، مشيدين بخصاله الحميدة وعلمه الغزير وما تركه من مؤلفات ذائعة الصيت وواسعة الانتشار في مختلف أرجاء البلد.